اوكي، مرحبا، معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس الـ40 بدرس البرمجه بمكتبه اوبن سي في واستعمالها على لغه سي بلس بلس. طيب، المره الماضيه اوكي كنا عم نستعمل الصوبل. الصوبل كان بيعطيني يعني الجريدينتس او تدرجات الصوره او اتجاه الصوره والاشكال للصوره. اوكي، هلا بدنا الصوبل. فيها مشكله انه يعني بتستعملها، بس لما تكون انت عم تستعملها بتكون جايب اول شيء الفلتر 2D اللي مرقنا عليه. اذا انت استعملت كيرنل، يعني هذا اول ما بلشنا بالفصل السادس بالكتاب. اوكي، سكرين كونفولوشن هون. ف اذا كنت مستعمل انت قبل كيرنل كبيره، تمام، ما بيأثر عليها الصوبل، فبتعطيك دقه ممتازه. اوكي، وتقريب ممتاز بالدقة، كويس. هلا إذا استعملت شيء صغير، أوكي، كان صغير مش رح تساعدك. فاللي راح يساعدنا بهذا الشيء وبطارح الصغيرة هاي هو الشاغ. شاغ هاي بنلفظ اس اي اتش، بنلفظ شين، والدبل راء هدول بالألماني بتنلفظ الراء، بالألماني بتنلفظ غين فرنسية راء، كويس، غين زي بالعربي، كويس، غين، فبتصير شاغ. هلا هالفلتر هالمصفي شاغ، كويس. شاغ طبعا اسم واحد ألماني أكيد، مثل ما صوبيل هو اسم شخص. اوكي، فهي الناس كلها اشتغلت بهالمواضيع هاي، فمش بالصور، بيشتغلوا بالرياضيات، بس هن بيطبقوا مبدأ الصور لانه ماتريكس، فمصفوف بيطبقوا على على الرياضيات تبعهم، وبشوف شو النتيجة بتطلع معهم. طيب، كيف ممكن استفيد من الموضوع؟ هلا ال فاللي بدي اقوله، لما تكون انت الكيرنل كبيرة اللي عم تستعملها ما بيأثر عليك مثل ما حكينا. اوكي، ومش شيء كتير مهم. اوكي، هي less significant، مش ذات الاهمية الكبيرة، بس لما تصير عدم الدقة بتبين لما تكون اوكي. كمان عدم الدقة ما بتبين كمان لما تكون انت الاكس فلتر والواي فلتر عم تستعملهم كتير قراب، او هن بالضبط صايرين على الاكس، الاكس اكسس والواي اكسس. اكس اكسس يعني هي محور الاكس اللي هيك الافقي، ومحور الواي، يس، عاد ما بعرف مين بيعطوا السين للاكس والصاد للواي. اوكي، فبتشوفهم كتير بالضبط ماشيين مع الواي، واللي هن كتير شيء ماشيين مع الاكس. اوكي، مثل ما انا عامل هون هذا الخط المنقط المشحط مقطع، كويس، هذا هو انه هدول النقط اللي جايين كتير 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 الاين، كويس، حتى بالضبط انه لازم يكونوا الاين. اوكي، يعني جايين على سواتهم. اوكي، او ما بيأثر عليهم. هلا وين المشكله بتبين؟ بين لما تكون عم تستعمل انت قياسات بالصوره اللي هن بيكونوا نوع من تقريب لشيء مسميه بالانجليزي دايركشنال ديريفيتيفز. دايركشنال ديريفيتيفز يعني عم تعمل اشتقاق بيعطيك الاتجاه تبع المنحدر. اوكي، اذا كان طلع الديريفاتيف نيجاتيف بتكون الصورة سلبي، يعني بيكون الاتجاه مخالف، اوكي، الاتجاه العادي. اوكي، ف دايركشن اوف اوف ذا ايمج جريدينت باي يوزنج ذا ارك تانجنت اوف ذا اكس على واي فلتر ريسبونسز. ما هو التانجنت شو عباره؟ التانجنت عباره تانجنت للزاويه، يعني او التماس تبع الزاويه. المشكله انا اتعلم كل شيء بالانجليزي، فبستصعب لما بدي انقل لكم الامور للعربي اللي دارسين بالعربي. شوف الشغله بتكون، اذا انا بدي اجيب هاي هيك خط، اوكي، بدي اعرف التانجنت تبع الزاويه هاي. اوكي، يعني اذا فرضا بدي اعمل هيك، هاي الزاويه هيك، اوكي، الفا، تمام، بجيب نسبه الواي على الاكس. اوكي، هاي النسبة ثابتة، بجيب قديش مثلا شي نقطة، اوكي، شي نقطة هون، اوكي، بطلع الواي تبعها قديش. اوكي، هذا واي زيرو. اوكي، وهيك بيطلع شو الاكس زيرو من بداية من الدوارة من السنتر هون. او تمام، يعني نجيبها هيك احسن. يعني انه هذا هو الاوريجن او، تمام، هاي او،
بترسم على رسم دائما تكتبها. ف بتقسم الواي على الاكس بيعطيك قديش التانجنت تبع الزاويه، قديش التماس تبع الزاويه. هي النسبه. هلا الارك تانجنت هو العكس، انه اذا معك النسبه بتقدر تطلع الزاويه، تمام؟ اللي هو عاده بتشوف بالاله الحاسبه بكتبوا لك، اوكي بكتبوا لك يا ارك تان هيك، يا بكتبوا شيلوا هاي وبكتبوا هون هيك باور ناقص واحد. اوكي اوكي هيك بيطلع معك هيك، وبتحط انت النسبه بيطلع لك الزاويه اللي بدك اياها. اوكي ماشي. طيب هذه هي باختصار اركتان، عشان تفهم شو اركتان، عشان تفهم شو عم بيحكي بالكتاب. طيب فهي كتير بس تصير عندنا بدنا نحكي عن دايركشنال ديريفيتيفز، بصير تفرق بعدها الشغله. اوكي هلا كيف هاي بتاثر علينا وشو بنستفيد منها؟ اوكي لو تصير بدك تعمل انت حسابات بحيث انك عم تعمل عمليه جمع معلومات عن الشكل، عن الشكل لهذا الجسم اللي موجود بقلب الصوره. يعني انتم بتلاحظوا عندنا هون، عارف مش هذا الكتاب اوكي يا الله انا بلاش اضيع. المهم فهون بقلب شو اسمه بقلب الصوره لاحظ كيف يبين الشكل تبع الجسم. يعني انت هون ما فيك كثير، يعني انت لك بتفهمه، بس ككمبيوتر لتحسب وتطلع هالحدود هاي كلها وتقدر تعرف انه شو هو الشكل، اوكي ما في غير انك تعمل بالجرينيانس، تمام؟ فاحنا بدنا نفهم الكمبيوتر، هو كل القضيه نفهم هذا الخرده هاي اللي عم خبط عليها هلا، كيف بدك تفهمها شو عم تحكي انت، تمام؟ كيف توصل لها هذا الحكي؟ حدا بقول لك بحكي مع حمار؟ طيب هلا اذا نرجع للشعر. هلا بهاي الحاله نحن بنطلع شو لحتى نحسب ونعرف شو الشكل الموجود في الرسم، بنطلع رسم بياني بكل زوايا الانحدار تبعون الاشياء اللي صايرين حوالين هذا الجسم، تمام؟ هيك شيء هذا الرسم البياني بنسميه بالانجليزي هيستوغرام. اوكي طيب هذا هو الاساس اللي معظم الاشكال العامه المعروفه، اوكي ومعظم يعني العمليات اللي بتقدر تصنف الاشكال المعروفه هاي، اوكي والعامه على العالم، يس عن طريقه بصير التشغيل تبعها، يس عن طريق شار يعني، وعن طريق كمان بالتالي الهستوغرام اللي بيطلع معنا وبيتدرب. فهيك انت عندك الروبوت وبيقدر من خلال شاغ وصبل، اوكي بيقدر يتعرف على الجسم اللي قدامك. هيك انا بظن لانه هذا معناه هذا الحكي بدي يوصلك لهون، ما في غير هيك، انك اذا انت عرفت هذا الشكل بس انت بالتالي فيك تحدد شو هو، تمام؟ طيب هلا احنا حكينا انه في قصه الكيرنل، هلا بكون الكيرنل كثير صغير ما راح يفيدنا الصبل، تمام؟ يعني اذا عملت فلتر 2 دي وجيت دخلت انت صبل وعملت كيرنل صغير اقل من 3 ب 3 راح ما راح يفيدك، تمام؟ بدك كيرنل اكبر. ف هلا بالشار اوكي بيستعملوا هذا هدول الكيرنلين، اوكي منشان يعني احدهم منشان الصبل تعمل لي ابروكسيميشن افضل، تمام؟ فهذه هي بالنسبة للشعر، تمام؟ هاي الأرقام اللي محصورة. إذا بنتذكر إحنا من درس الفلتر كيف بصير ضرب الكيرنل بقلب مطرح ما عم تمسح وجمعه، هذا عرفتوا كيف؟ هذا اللي عم بحكي فيه. ففي عندك إشارة، طبعا هذا كله مبني على طريقة السي مش طريقة السي بلس بلس، أوكي؟ في عنده سي في شار. هلا بالسي بلس بلس نحن خلينا نرجع على الكود احسن ما نفوت تفاصيل على الفاضي. في فانكشن اسمه جاهز اسمه شار، اوكي تمام بياخذ يعني الصوره اللي داخله الصوره اللي طالعه، اوكي وهلا انا بكبس هيك
اوكي. طبعا في الدبث تبع الصوره، اوكي، العمق تبع الصوره، عمق الالوان يعني. في عندي ال دي اكس دريفيتيف على الاكس، قديش الدرجه اللي بدك اياها. الدي دي واي قديش بدك درجه الدريفيتيف على الواي، اوكي. هلا السكيل اذا بدك تتركها بتتركها، في طبيعه البوردر اللي انت عم تستعمله، اوكي. والدلتا هو اظن الفرق لما بتعمله انت بين اي نقطتين، اوكي، لانك انت عم تطلع هون الدريفيتيف بالتالي. هلا خلينا ناخذ شو ما كان الصوره ونشوف شو بيطلع معنا بعد كل هالشرح الرياضيات اللي هو بالاخر بتحسه ثقيل، اوكي. طيب هذه ايمج وبطلعها مره ثانيه، وبعد شو في كمان عندنا. خلي الدبث على زيرو زي ما كنا بنعمل، وصفر، وكمان حط، طبعا بدك تحط احدهم يكون، لان هي تحسين عن الصوبل، اوكي. خلينا ناخذ هذه اول ديريفيتيف نمرق فيه، وهي الشار اصلا عم تستعمل 3 ب 3 اجباري يعني بكرنل، فمش ما تضطر تيجي تستعمل انت الها كرنل، تمام، وتعمل فلتر عليها. هذه بناء، اوكي يا حبيبي، وبعدين تشغيل صورة الخلايا، اوكي، شايفين كيف؟ تعطيني دقة. وبعدين ذكر الصوبل هي كمان طريقة لتطلع الشكل يعني معادلة الخط البيان اللي هو حيمشي عليه مجموعة النقط المتصلة، تمام؟ فهاي هي الصورة، صار الأشكال أبرز من الأول، أوكي؟ بالنسبة للصوبل إذا بتذكروا ما فيش فيها البروز اللي هو كان موجود. وبعدين خلينا نجرب اذا عليت مثلا الاكس درفتها على الاكس كمان، اوكي. هيدي خليها واي واحد، اوكي، خليني اعمل، نسيت اعمر، اوكي. شو عم بقول لك، لازم يكون شو الجمع تبع هون واحد، يعني احدهما بده يكون واحد، تمام. ممنوع تعمل اكثر، يعني معي واحد هون وبصير صفر هون. هلا اذا قلبناه صير عم نعمل ديريفيتيف على الواي، كاني قلبت الصوره برمتها وعملت عليها ديريفيتيف، كويس، عملت عليها اشتقاق. تاكد ان عمرنا، اوكي، لاحظ هون الفرق، راقب منيح، انا ما راح اقدر احكي اكثر من هيك يعني، اوكي. هذه كان الاكس بارز اكثر، هلا هون الواي المفروض يكون ابرز يعني، اوكي. ف احس كل ما بتروح مثلا على الواي بتصير امور او اللي هن كثير هذا ببينوا اكثر، تمام. هلا يعني هذه هي الشار باختصار، اوكي، وهذا كل شيء. ارجو تكونوا استمتعتوا معنا، لا تنسى تكبس على اللايكس، تكبس على المتابعة في القناة، وخبر رفقاتك عن السلسلة، لا تتجاهل هذا الموضوع، وكبس على الإعلانات، اوكي، عشان تدعمنا أكثر. كمان لا تنسى تكبس في التعليقات، تكتب اللي بدك إياه، اوكي، والسلام اللي بدك إياه. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم.